بعد نحو 12 عاما من الغياب تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية وتستعيد مقعدها. وما بين قرار تعليق العضوية والعودة فقد جرت في النهر مياه كثيرة. عودة سوريا إلى الجامعة العربية كانت التوطئة لها مع صدور بيان عمان الذي حمل عنوان خطوة مقابل خطوة. وميزة هذا البيان بأنه كان أول خطوة عربية خالصة لعودة سوريا وإنهاء الأزمة. هذا البيان تمخض عن توافق بين وزراء خارجية الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر مطلع شهر أيار مايو الحالي، وعالج البيان الأوضاع الإنسانية والأمنية وكذلك السياسية. من أبرز نقاطه العودة الطوعية للاجئين ومعالجة قضية النازحين وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية ووقف التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار لوقف عمليات تهريب المخدرات وصولا إلى استئناف العملية السياسية بما يحقق مصالحة وطنية شاملة. هذا البيان كان قد سبقه اجتماع جدة منتصف إبريل نيسان الماضي، حيث تشاور وزراء خارجية العرب بالوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي تداعياتها كافة ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية ويعيدها إلى محيطها العربي، إضافة إلى إيجاد حل للأزمة الإنسانية وتوفير بيئة لوصول المساعدات وعودة اللاجئين والنازحين ومكافحة الإرهاب. هذه الخطوات تتمأسس اليوم مع تشكيل لجنة وزارية عربية. هذه اللجنة ستتولى متابعة تنفيذ بيان عمان بما يشير إلى أن سوريا استعادت مقعدها وأن الحوار لا يزال يشكل أو يتشكل حول الخطوة التالية. فالعودة السورية إلى الجامعة العربية هي خطوة رمزية، ولكنها تعبير عن نهاية مرحلة وبداية خطوة مقابلة أخرى. للمزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو سميح المعايطة وزير الإعلام الأسبق. مع الوزير أهلا بك. بداية، اليوم يتخذ قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، تعتقد وجهة نظرك أن الأردن حقق كل ما كان يسعى إليه من خلال الاتصالات المشاورات الاجتماعات اجتماع جدة اجتماع عمان، وأنه بدأ يضع اليوم ملف الحل في سوريا على مسار هذه المرة ربما قد يكون سليما صحيحا داعما لسوريا ووحدة أراضيها ويشكل مخرجا أساسيا وهاما لكي تخرج دمشق من هذه الأزمة؟ يعني شوف، الأردن بدأ بهذه المبادرة من حوالي عامين مع بداية الإدارة الأمريكية الحالية، وكان الطرح مع الأمريكان في هذه المبادرة وفي هذا الحديث وقت الأجواء في العالم العربي لم تكن ربما تشكل حالة دافعة للموضوع. كان في علاقات يعني سلبية جدا بين دول عربية مهمة وبين سوريا، ما كانت الحالة كما هي. الأردن لكن الفكرة عنده كانت تقوم على أن الوضع بسوريا استقر على حال معين، هنالك يعني استقرار الحال للدولة السورية، هنالك لم تعد هنالك عمليات يعني معارضة مسلحة باستثناء التنظيمات الإرهابية الموجودة في إدلب وغيره، وأن هنالك البقاء الوضع الحالي لا يمكن، ليس مفيدا، ولا يجب أن نذهب باتجاه الاستفادة من الوضع الحالي لإيجاد حل الأزمة السورية ولإنقاذ الشعب السوري من الأزمة الاقتصادية ولإعادة تأهيل سوريا دوليا وعربيا. كانت هذه وجهة النظر الأردنية من حوالي عامين، وكانت تحدث فيها مع دول عربية عديدة. دول عربية كانت يعني تبدي إيجابية، لكن لم يكن البعض يريد التصريح لأنه ربما كان في كمان موقف متشدد تجاه الدولة السورية وتجاه العلاقة مع سوريا، فما كان في نقول أجواء عربية بالموضوع. لكن الفكر والمبادرة الأردنية أنه لا يجوز أن نترك سوريا
في هذا الموضوع، والأردن وقتها كان بادر بعلاقات ثنائية وعلاقات اقتصادية لكن ضمن الإمكانات السياسية المتاحة بالإقليم. التحولات اللي صارت بعد هيك، موضوع العلاقة السعودية الإيرانية، موضوع الموقف السعودي اللي أخذ أعطى القوة الدفع، موضوع توسعت دائرة الراغبين في علاقة مع سوريا، وبدأنا نشوف علاقات ثنائية عربية مع سوريا تتوسع وزيارات أوسع، حتى الرئيس السوري زار بعد من دول عربية والآخري، فالأجواء أصبحت أكثر مناسبة. كان قمة أو اجتماع الجدة لوزراء خارجية الخليج والأردن ومصر والعراق، وكان الحديث فيه القضية لم تكن للطرح أن تعود سوريا للجامعة العربية أو لا تعود، كان الحديث وما زال عن مسار لتفكيك عقد الأزمة السورية، لأنه هي القصة عودة سوريا للجامعة العربية واحدة من التفاصيل، لكن القصة الأساسية أنه كيف نحل الأزمة السورية، لأنه هذه الأزمة تترك أثار كبيرة على سوريا، على الشعب السوري بوضع الاقتصاد الصعب اللي اليوم بعيشه الشعب السوري، الوضع السياسي، معتقلين، نازحين، مفقودين، هنالك قضايا تهريب المخدرات من الحدود اللي احنا بالأردن ندفع ثمن غالي كثير إلى قضايا عودة اللاجئين إلى بلادهم، ثم قضايا الحل السياسي، ففي تعقيدات كثيرة. فالملف أو طريقة التفكير بني مسار في جدة لكيفية التعامل مع تفكيك عقد الأزمة السورية. بعدين جاء اجتماع عمان بواحد أيار اللي هو وضع حال، كان مختلف قليلا أنه الوزير الخارجي السوري حضر الاجتماع، استمع إلى وجهة النظر للفريق العربي المكلف بالتعامل مع هذا الموضوع اللي هم كانوا حاضرين باجتماع عمان، السعودية ومصر والأردن والعراق، وكان في يعني استجابة واضح، كان في جو إيجابي من السوريين، وكان صار الحديث، بيان عمان كان تفصيلي، وكان يتحدث عن خطوات لتفكيك الأزمة السورية سياسيا وأمنيا وإنسانيا بشكل كبير، وحتى وضع بعض الإجراءات مثل البايلوت إرجاع عودة 1000 لاجئ سوري من الأردن بالتعاون مع الأمم المتحدة، لأنه العودة هي مش أنك تحطهم بمواصلات وتقول تفوت على سوريا، العودة في قرى مهدمة، في بيوت لم تعد موجودة، في بنى تحتية تعليم، صحة ليست موجودة، في قضايا أمنية ربما ملفات لهؤلاء، في قضايا التجنيد الإجباري للأقل من 40 عام، فهذه العينة كانت محاولة بالتعاون مع الأمم المتحدة، لأنه بدك تمول هذا الموضوع يعني، صحيح. وهذا بده تمويل توفر للناس حياة معقولة، بيت إذا كان بيته مهدم تعطيه فرصة، فكانت هذه الخطوات الإجرائية. هسا اليوم أنت ما بتقدر تتعاون مع سوريا وتقول لها تعالي بدنا نحل إحنا وياك الأزمة وكوني إيجابية دون أن تعود سوريا إلى الإطار العربي اللي هو الجامعة العربية. فكان عودة سوريا للجامعة العربية هي واحدة من المتطلبات، خلينا أقول الإجرائية لبدء هذا المسار ولتنفيذ هذه الخطة، اللي بدها خطوات أخرى اللي هي الأهم اللي جاي مع المجتمع الدولي، مع الإدارة الأمريكية، مع الأوروبيين، هذا الشغل الأهم اللي جاي، لكن على الأقل الخطة واضحة، الرؤية واضحة، السوريين يبدو إيجابية في التعامل مع هذا الموضوع بكل التعقيدات، وعودتهم للجامعة العربية هي نوع من إنهاء المقاطعة، إنهاء العزلة اللي كان تعيشها الدولة السورية عربيا، وفي نوع من الانطلاق، وبتصير انت اليوم كمان البيان اللي صدر عن وزراء الخارجية اليوم بالقاهرة تشكيل فريق للمتابعة مع سوريا، لأنه الكل بدرك أنه هذا مسار طويل بجوز يأخذ سنوات، في عوائق كثير، في مشاكل كثير بالطريق، لكن هذا كله يعني مهما تكون العقبات لكن أفضل من أن نبقي الحال كما هو. إحنا كما كان الأردن يقول للسوريين في أكثر من جولة، ساعدونا نساعدكم بشكل أساسي، يعني إيجابية السوريين بتساعد على تنفيذ الخطة، زائد أنه بتساعدنا على أنه نروح ونفكك مشاكلنا اللي إحنا الدول المتأثرة سلباً بالأزمة السورية بشكل كامل. طيب أرحب الآن بضيفي الذي ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق، الثاني يوسف الكاتب والمحلل السياسي، خطوة رمزية وأساسية وهامة طال انتظارها، لكنها في نهاية المطاف يعني أتت هذه الخطوة، عودة قريبة ستكون لسوريا لحضن العربي وفي الجامعة العربية لتشغل مقعدها. كيف يتفعل هذا القرار بداية أستاذ غسان في دمشق وشعبية كذلك، وهذه العودة ما الذي ستقدمه لتلك العودة لدمشق من فوائد أن تكون ممثلة من جديد وهي من بين الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية؟ تحياتي لك أستاذ طارق ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني طبعا يعني كما قال السيد الوزير،
يعني من أهم الأمور هو أن سوريا اليوم أصبحت ضمن جامعة الدول العربية، تحضر الاجتماعات، تستمع، وبالأخير تشارك في صناعة القرار. وهذا كان بدأ في اجتماع عمان، يعني وطبعا مشكورة الأردن بالمبادرة التي طرحتها، وكانت الأردن من الدول الأولى العربية الأولى كما ذكر يعني الضيف الكريم، كانت من الدول العربية الأولى التي يعني ساهمت في فتح الأجواء العربية باتجاه دمشق. طبعا يعني بالنسبة لدمشق دائما كانت يعني كما يقول الرئيس الأسد دائما البوصلة العربية والانتماء عربي والمحيط عربي، ولا يمكن لنا إلا أن نكون ضمن هذا الإطار العربي. وأعتقد يعني لأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يعني تمهد لحل الكثير من المشاكل، مثلا وخصوصا أستاذ طارق دول الجوار، يعني لدينا مثلا مشكلة المخدرات يمكن أن تتعاون بها يعني الدولة السورية مع دول الجوار، أيضا مكافحة الإرهاب، أيضا عودة اللاجئين، أيضا مثلا وصول المساعدات الإنسانية، يعني ثم تصاعديا نحو الحل السياسي وغير ذلك من الأمور. وتعرف يعني بأن الدولة السورية تحتاج إلى أشقائها العرب مثلا، لأن لديها أراضي محتلة من تركيا ومن الولايات المتحدة، وهي تتعرض لسرق نفطها وغير ذلك. لذلك أعتقد بأن وعليها عقوبات، يعني تعرف قانون قيصر والعقوبات الأوروبية وغير ذلك. لذلك هي بحاجة للدول العربية لأن يكون هناك دول عربية تساهم على الأقل يعني في تخفيف الوضع الاقتصادي، في تخفيف العبء على المواطن السوري. ولكن في المقابل أنا أقول لك يعني الدولة السورية يعني لم تمانع يوما في مثلا قبول الحل السياسي أو في مثلا قبول القرار 2254، وأيضا يعني انخرطت في اللجنة الدستورية ومسار جنيف ومسار أستانة، وكانت دائما يعني تبدي إيجابية. ولكن لم يكن هناك طرف آخر، يعني تعرف مثلا أن هذه الأطراف المعارضة هي مرتهنة للدول التي تقيم بها، يعني سواء كانت عربية أو إقليمية. مثلا اللجنة الدستورية أستاذ صالح يعني كان نصف اللجنة الدستورية يدار من تركيا، اليوم هناك تقارب تركي مع سوريا وهناك تقارب عربي مع سوريا، ولذلك أصبحت الأمور أفضل. يعني وحل بالحوار، لاحظ بيان وزارة الخارجية اليوم هذا قال هذا يشجع الحوار والتعاون والتضامن العربي والتعاون العربي، ويؤكد يعني بأن يعني سوريا هي بحاجة إلى أشقائها وأشقائها بحاجة لها. أيضا يعني يمكن أن نلاحظ بأن يعني كل ما جرى لم يكن ليحدث لو لم يكن هناك نيات صافية وصادقة سواء من الدول العربية أو من دولة سورية. ولذلك أنا أعتقد يعني أن هذا اليوم يوم تاريخي ومفصلي، ويمكن البناء عليه لحل المشاكل السورية تباعا. ويعني كما قال أمين الجامعة العربية تحتاج لي يعني أمد طويل، و يعني سيكون هناك وقت في حل يعني الموضوع السوري، ولكن المهم أن البداية يعني كانت فيه. طب تلك البدايات سيبنى عليها الكثير ربما. أستاذ غسان، ماذا استعداد دمشق اليوم لاتخاذ خطوات عملية فاعلة على الأرض للتدرج لحل الأزمة وفق بيان عمان، كذلك بيان جدة الخطوة مقابل الخطوة، وحضور وزير الخارجية السوري لاجتماع عمان واستماعه إلى ما جرى مناقشته هنا في الأردن، يعني أبدى استعدادات تفهما لكل وكافة ما طرح أثناء هذا الحوار. أستاذ طارق، يعني طبعا باعتبار أن يعني هذا طبعا تقرره الحكومة السورية، وباعتبار أن وزير الخارجية الدكتور فيصل بغداد كان موجودا، فأعتقد بأنه أطلع وزراءه العرب على ما ستقوم به سوريا من خطوات، وأيضا يعني هي ما تحتاج من أشقائها العرب. ولذلك أنا أقول لك يعني المشكلة التي ترى سوريا بأنها تؤرقها يوميا يعني هي المشكلة الاقتصادية، وأيضا مشكلة يعني أنها تعاني من وجود الإرهاب، وأيضا تعاني من أنها أصبحت ممرا للمخدرات، وأصبحت دول الزوار تتضرر من هذا الموضوع. ولذلك هذه أمور عاجلة يمكن العمل عليها، وأيضا مشكلة اللاجئين. وتعرف يعني ذكر الأستاذ سميح بأن هناك 1000 لاجئ من الأردن سيعودون، وهذا يؤكد يعني أنه لا بد من التعاون مع الدول العربية ودول الجوار لحل هذه القضايا بما فيها مثلا عودة اللاجئين، مكافحة المخدرات، تفكيك الإرهاب، أيضا التعاون ضد داعش.
والى ما هنالك من هذه الامور وتخفيف العقوبات الاقتصاديه على سوريا. واعتقد يعني بان هذا ربما لن يظهر يعني فورا في الشارع السوري او للتو، ولكن يعني اعتقد بان هذا سيشكل انفراجة لسوريا، باعتبار ان يعني كما يقال في المثل الدارج، اذا كان اخوك بخير او جارك بخير فانت بخير. ولذلك نحن اليوم نبني على هذا، واعتقد بان اليوم ادركت الدول العربيه لانه لابد من التعاون والتكاتف ولابد من الحوار واداره، يعني كان الرئيس بشار الاسد يقول دعونا ندير الازمات بالحوار وندير الخلافات بالحوار. ولذلك نحن اليوم يعني ما هو المطلوب يعني من كل الاطراف؟ المطلوب ان تستمع الى بعضها وان تجد حلولا وتضع يعني اجنده بحل المشكلات العالقه، وهذا سيستفيد منه يعني الكل سواء سوريا او الدول العربيه الاخرى او حتى دول الجوار الاقليميه. طيب استاذ سميح، يعني من الماضي ان بات هناك قناعات بانه لابد من التعامل مع الازمه السوريه وفق مقاربات جديده تاخذ الحقائق على التي تتشكل على الأرض، وأن هذا الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر على حاله. هناك قرارات أمم المتحدة، هناك قرارات 2-5-4 أستانا وغيره من المنصات. هل سيكون مسار التحرك العربي مسارا موازيا من وجهة نظرك، أم أنه يجب أن ينخرط مع تلك المسارات ويعيد إنتاج ربما بعض النقاط التي تتلائم مع ما استجد على الأرض؟ يعني أنت لا تستطيع أن تناكف العالم يعني أو تناكف القرارات الدولية أو تخرج عنها. لذلك بيان عمان كان واضح بالحديث عن قرار مجلس الأمن والحديث عن اللجنة الدستورية، وأعتقد حتى الإخوان بسوريا يعني كمان مدركين هذا الموضوع. ولا يمكن إعادة يعني حل جزء من الأزمة، تعقيدات الأزمة دون المجتمع الدولي. إحنا لما بنحكي عن قضايا اللاجئين حاجة للأمم المتحدة، لما بنحكي عن إعادة الإعمار لابد لدول العالم والعرب والعالم أن يقوموا بإعادة الإعمار، لأنه يعني هذا أمر يحتاج إلى أموال ضخمة. ولا يمكن إعادة إعمار بوجود قانون قيصر، لأنه أي شركة بدها تفوت تشتغل جوا بدها يعني تتعرض لعقوبات، فلذلك لا يمكن يكون في إعادة إعمار حقيقية بالموضوع. فلذلك أنت يجب أن تذهب باتجاه العالم وتجلبه إلى جانبك في هذا المسار، وتقنعه أن ما يجري يراعي كل الاحتياجات الدولية ويراعي كل المطالب الإنسانية والأمنية والسياسية، وأنه اللي جاي القادم هو حل سياسي حقيقي، وأن هناك خطوات إنسانية وخطوات تراعي كل الملفات اللي المطروحة. لذلك اللي قادم بعد هيك، أنه هسا شفنا بعد اجتماع ما كان في تواصل من وزير خارجي الأردني مع سفراء من دول العالم أو وزراء خارجية وأطلعهم على ما يجري، لكن القضية بحاجة إلى قوة دفع أخرى مع الولايات المتحدة، مع الإدارة الأمريكية، مع الأوروبيين بشكل كبير، لأنه أنت لابد العالم أن يقف إلى جانبك. يعني في أشياء لا تستطيع كدول عربية أن تقوم بها لوحدك في هذا الموضوع. لذلك الحديث عن قرار مجلس الأمن، الحديث عن اللجنة الدستورية، الحديث عن الملفات اللي جزء من الحل السياسي والإنساني التقاطعات فيها، بعتقد ضروري أن يكون في، وبعتقد العالم إذا شافوا في الإيجابية السورية تزايدت خلال الفترات القادمة، هذا الأمر بيفتح طريق، لأنه أنت العرب لا يريدوا أن يستفزوا دول العالم ولا يريدوا أن يقفوا في عداء معها، وأنه لأنه أنت يعني إحنا جزء من هذا العالم. واليوم أنت بتحكي مثلا الأمريكان موجودين بسوريا، لهم قوات عسكرية موجودة بسوريا في شرق سوريا، بنتحدث عن الأوروبيين لهم ملاحظات، لهم قضايا إنسانية. فبدك تروح وتحكي مع الناس وتقول أنه إحنا قطعنا شوط، عندنا المبادرات التالية، عندنا الخطوات التالية، بجوز تأخذ وقت أطول صحيح، لكن لا ليس هنالك ممر إلا ممر المجتمع الدولي. هذا ممر إجباري لإيجاد حل الأزمة السورية، لأنه أنا بدي سوريا تعاد تأهيلها كعربي أو كدول عربية، بدي أعيد تأهيلها دوليا، وأن تعود للمجتمع الدولي وأن تفك كل العقوبات عنها وكل أنواع الحصار، ونحكي بعدين عن حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية بسوريا، ونحكي عن هذه المسائل. العودة سوريا عربيا تعطي قوة دفع إيجابية، لكن عودة يجب أن الخطوة التالية أن تذهب إلى العالم وتتحدث معه وتقنعه باللجوء. وأنا حكيت لحضرتك أنه من الأردن مبادرته اللي هي اليوم على الأرض، وهذا نجاح يعني للدبلوماسية الأردنية وصبرها الطويل سنوات، يعني حتى إجت الظروف تصير قابلة للتنفيذ تحولت لمشروع عربي اليوم، إنه الأردن كان يتحدث مع الأمريكان. حدا بيعجبوه الأمريكان ما بيعجبوه، بيحبهم بيكرههم، هم القوة الأولى في العالم اللي
عندها قانون قيصر هي قانون أمريكي، وعندها ثقل وعندها قرار بيكتروا على الأوروبيين، فهذا الأمر ضروري. وكل ما قدموا أشقائنا السوريين إيجابية في الاستجابة للتعامل مع الملفات اللي موجودة، أنا ما بتحدث عن الخضوع، بتحدث عن استجابات في قضايا بدها تطرح ويتم الحديث فيها، بعتقد أنه إحنا بنروح للأمام خطوات. المسار مش سهل، لكن تفكيكه بعتقد أنه ممكن، وفي رافعة عربية قوية موجودة. الرافعة العربية الفريق العربي لديه علاقات جيدة مع العالم، الأردن عنده علاقات ممتازة وله مصداقية مع في الولايات المتحدة مع الكونغرس، وكان قبل أيام رئيس مجلس النواب الأمريكي في عمان، يعني بمعنى أنه والتقى بجلالة الملك، واضح مؤكد أنه الموضوع السوري من الملفات اللي راح تكون هي حاضرة بالموضوع. حضور، ما الذي ستقول القيادة السورية أو من سيحضر ممثلا عن القيادة السورية أو الرئيس السوري في القمة العربية سيكون مهم جدا، لأنه هذه العودة وهذا الخطاب سيعطي إشارات وسيقرأ جيدا ما هي النوايا، ما هي خلينا نقول التوجهات للقيادة السورية للمرحلة القادمة بالتعامل، فضروري. لكن خليني أقول لك أنه إحنا بالأردن إن مصلحتين، إن يعني مسارين للمصالح في الموضوع. المسار الأول يتعلق بمساعدة الأشقاء السوريين، والقيادة السورية بتعرف أن الأردن زي ما تفضل الأستاذ غسان أن الأردن من الدول التي عملت بإخلاص وبمنهجية في هذا الموضوع. اثنين، عندنا مصالحنا المباشرة في موضوع اللاجئين وموضوع المخدرات، تهريب المخدرات، اللي كمان إن شاء الله أنه لجنة التنسيق العسكرية الأردنية السورية العراقية أنها تكون توصل للنتائج ويوقف حالة الاستهداف للأردن القادمة عبر الحدود السورية. والأمر الآخر موضوع اللاجئين، أنه تبدأ تفتح الأبواب شيئا فشيئا. إحنا بالأردن والعرب مش يعني ما بيتعاملوا بأحلام، بيعرفوا قديش المسألة صعبة، لكن إن نظل مكتفين إيدينا نتفرج على الوضع كما هو كمان 10 سنوات أفضل، ولا إنه نروح على مسألة معقدة ونبدأ فيها. فالقادم سيكون، ما الذي ستبدي سوريا سيكون مهم جدا في التعامل مع العالم، وما الذي ستقوله تحديدا زي ما قلت لك في أول ظهور لسوريا بالقمة العربية سيكون مهم. واثنين، أنا بتوقع يعني بطبيعة الدبلوماسي الأردني سيكون تحرك دبلوماسي أوسع ومباشر ضمن الفريق العربي نحو القوى الكبرى بالعالم، حتى يتم الشرح لهم ويتم إقناعهم بالموضوع أولا بأول. والدول مصالح، يعني هاي اليوم نسمع الأمريكان بقول لك لا نشجع على التطبيع مع سوريا، بس الأمريكان يعني ما لا يعيق ما يجري. نعم، يعني هناك جزئية لافتة هذا المساء في التعليق على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية. احتفظت بموقفها الذي يعني لا تشجع فيه الدول العربية أو إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، لكنها قالت نتفق مع الشركاء والحلفاء فيما يتعلق بالأهداف النهائية. قد يفهم من هذه الجزئية من بيان الخارجية الأمريكية بأن هناك خطوط اتصال قد تكون ممكنة للحديث عن موضوع التأهيل وما يجب على سوريا أن تقوم به، وكذلك الدول العربية في هذا الإطار، طالما أن الوضع الرائن لا يقدم حلولا، وكذلك أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تمتلك أي بديل لحل الأزمة. صحيح، يعني إذا في قضايا، في ملاحظات، في ملفات يتم بحثها. بس الأمريكان مع كل زيارة وزير خارجية أو مسؤول عربي كان تم لدمشق كان يحكوا نفس الكلام، كان يقولوا أنه إحنا لا نشجع على التطبيع مع سوريا، بس كانت تتم الزيارة وهم اللي يزوروا حلفاء الأمريكان. وأكيد في تنسيق وفي تعاون وفي إشارات للدول، يعني الدول ما بدها تدخل بعداء مع الأمريكان عشان زيارة وزير خارجية لدمشق. فالقصة بعتقد الموقف الأمريكي هو الموقف اللي يناور جيدا، لكن في نهاية المطاف هو سيتعامل مع له مصالح الأمريكا إلى مصالح مباشرة في الملف السوري. وفي موضوع ملفات هي ربما إذا قدم لها عرض جيد وأقنعت بما يجري وبالمشروع أنه يؤدي إلى حلول سياسية وحلول القضايا الإنسانية وحلول القضايا الأمنية، بالتأكيد بعتقد أنه الأمريكان رح موقفهم يعني يتحرك للاتجاه الإيجابي. وكمان الأوروبيين بالموضوع بده شغل كثير، رح يكون من العرب، الفريق العربي بالقادم، وبده كمان الرسائل التي ستحملها الفريق العربي من دمشق ستكون مهمة جدا، والرسائل التي ستقولها دمشق أيضا للعالم مهمة جدا، وهذا المنتظر بعد عودتها إلى الجامعة العربية. بدنا يعني بالآخر في أزمة، في حرب صارت، في إرهاب، في دمار، في ملايين المهجرين، في قصة كبيرة بدها حل بالآخر، لابد من حلول، بدها حلول، لأنه
لا تستطيع أن تبقي هذا الدمار وضلك تتفرج عليه بحجة أنه أنا ما بدي أقيم علاقة مع سوريا أو بدي أقيم علاقة مع سوريا. لا، اليوم بالآخر في شيء بده ينعمل، نسب النجاح، ما هي الضمانات، شو اللي بدنا نروح عليه، هذا الأمر يترك مرحلة بمرحلة في هذا. طيب أستاذ غسان، يعني كما يقال ربما الكرة اليوم في ملعب سوريا بعد هذا القرار له رمزية كبيرة وأيضا هو تاريخي وينهي تلك العزلة، وكانت هناك دعوات على مدى أكثر من سنة للعودة عبر سوريا لشهر مقعدها في جامعة الدول العربية. الظروف اختلفت الآن بشكل واضح والأوضاع تذهب ربما لكي يكون هناك بداية حل. ربما ما هي الخطوة الإيجابية التي ستطلقها دمشق في إطار مساندة أيضا الدول العربية وكذلك الفريق الوزاري الذي سيتولى الاتصال الحوار ومناقشة الأطراف الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هلا استاذ طارق، يعني لاحظنا الايجابيه السوريه، يعني سواء مثلا زياره وزير الخارجيه السوري الى كل من الرياض والقاهره، وايضا يعني الايجابيه من اجتماع جده، وايضا يعني الايجابيه عندما كان وزير الخارجيه في عمان. واعتقد يعني بان هذه الامور يعني تم التفاهم عليها، وايضا وضعت اجنده معينه ووضعت خطه لان يكون هناك تفاهم على الخطوات العاجلة والضروري، يعني من الضروري بحثها. ولكن أنا أقول لك يعني أيضا يعني ليست الموضوع يعني هي عصا سحرية، هي تحتاج لوقت وتحتاج يعني هذه اللجان التي شكلت ستبحث يعني هذه الموضوعات وستضع أولويات، يعني ما هي الأولويات التي يجب العمل على تنفيذها ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى. قد تكون مثلا موضوع القطارات هو الأول، وقد يكون أيضا عودة اللاجئين، وقد يكون مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وأيضا يعني وصول مساعدات إنسانية والتخفيف يعني من العقوبات الاقتصادية قدر الإمكان والمطالبة برفع قانون قيصر. ولكن كل هذا أعتقد بأنه سيبحث يعني مع الدولة السورية، ولذلك يعني ربما يعني كان القول خطوة مقابل خطوة، هذا صحيح، يعني ذلك يجب أن يكون هناك تعاون وتفاهم ما بين سوريا والدول العربية. ولكن أنا أقول لك يعني اليوم يعني العودة السورية إلى جامعة الدول العربية هي يعني قلبت معادلة 180 درجة، باعتبار أن اليوم سوريا أصبحت يعني في قلب القرار العربي، وربما يعني في فرنسا يكون هناك مشاركة سورية لجامعة تسمى، تعرف يعني الأمين العام لجامعة الدول العربية قال بأن يعني المشاركة السورية ستكون مستوى المطلوبين إلى مستوى القمة، وقال يعني بإمكان الرئيس بشار الأسد أن يحضر القمة. ولذلك يعني نحن ما زلنا في البداية، ويعني نتمنى أن تكون توقعات كبيرة وأن يكون العمل كبير وأن يكون عمل اللجان أيضا كبير وأن يكون الانفتاح العربي كبير على سوريا، وخصوصا أن العلاقات الثنائية التي تربط سوريا بالدول العربية هي في أغلبها جيدة مع عدم دولة. لذلك أعتقد بأن الأيام القادمة ستكون يعني مفيدة وجيدة لكل الأطراف بما فيها يعني الأطراف المجاورة، وطبعا يعني الأردن الشقيق ربما سيكون أوائل الدول المستفيدة. وتعرف العلاقة التي تربط بين سوريا والأردن يعني هي علاقات أسرية، علاقات اقتصادية، علاقات معيشية، وأيضا يعني كلبنان والعراق هذه الدول المجاورة لسوريا. واعتقد بان اللجان التي هي فعلا ستقوم في يعني مثلا لجنه المخدرات ضمن سوريا والعراق والاردن، هذا جيد، يعني سيبحث هذا الموضوع بين الاطراف الثلاثه وربما تصل الى نتائج. طيب قبل ان اختم معك استاذ غسان، التوقعات في دمشق، توقعاتك انت ان يحضر الرئيس بشار الاسد القمه في السعوديه؟ هلا استاذ طارق، يعني انا ساقول رايي الشخصي، يعني انا باعتبار ان يعني هناك انفتاح عربي على سوريا، وانا اقول لك كان يعني هو اتجاهه كما يقول قومي عربي، فتعرف هو الامين العام للحزب العربي الاشتراكي، وهذا الحزب هو توجهه قومي، وهو يعني بطبعه الرئيس أسد يحب المشاركة والمشاركة العربية، باعتبار أن قرار جامعة الدول العربية يتيح دور الرئيس بشار الأسد
أعتقد قد يحضر، ولكن هذا القرار يعود له شخصيا ولقرار القيادة السورية، ولكن المهم أن سوريا ستكون مشاركة في القمة. نعم، أنا أشكرك من دمشق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي. سياقي ذاته، فإن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي خطوة تحمل أبعادا مختلفة، وهي خطوة كما لها ما قبلها فإن لها ما بعدها. أجدد الترحيب بضيوفي هنا في الاستوديو، ضيفي الأستاذ سميح معايطة وزير الإعلام الأسبق، وينضم إلينا الآن من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق أهلا بك. أحمد أبو غيت ما حفظ الألقاب أمين عام جامعة الدول العربية قال عن عودة سوريا إلى شغل مقعدها بداية حركة وليست نهاية المطاف أو نهاية مطاف. ما المقصود؟ ما الذي قصده في من هذه الجملة؟ أنا في تقديري أن الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط أمسك العصا من المنتصف، لأنه بطبيعة الحال أنت تعلم أن القرار تم، ولكن ما بعد القرار هناك إشكاليات عديدة متعلقة بالموقف العربي وبالأطراف الإقليمية وموقف الولايات المتحدة، فبالتالي القادم هو يعني يحمل كثير من الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار والتعامل معه وتبعاته، وبالتالي الأمين العام يدرك هذا جيدا ويتعامل مع الواقع. ليس القضية خطوة مقابل خطوة، وأن تبدي الحكومة السورية تجاوبا مع الطرح العربي في هذا الإطار، لكن ربما التنبؤ بأن هناك أطراف رابحة وهناك أطراف خاسرة مما جرى، وبالتالي التوقع بأنه سيناريو الانفراج في العلاقات العربية السورية سيتم، لكن هناك أطراف ستعوق مسار العودة بصورة كبيرة، أعني الأطراف الإقليمية وأعني الولايات المتحدة، بل وأيضا روسيا برغم كل الدعم الكبير للجانب السوري ووجود القواعد العسكرية وانتشار القوات، إضافة طبعا لوجود التنظيمات الإرهابية على مساحة أيضا موجودة في سوريا، فالحدود التي رسمت بالدم طوال السنوات الماضية لا يمكن التعامل معها بصورة أن سوريا المفيدة التي نتحدث عنها، سوريا التي يمكن أن تقبل في المستوى العربي، والحكومة السورية مطالبة طبعا يعني إجراءات بناء ثقة مع العالم العربي، لكن كان من الذكاء أن يشير أحمد أبو الغيط أنه بطبيعة الحال أن هناك قرار عربي، لكن كل دولة عربية سيكون من مصلحة من حقها استئناف العلاقات، كأن القرار صدر من مؤسسة الجامعة العربية ومؤسسة النظام الإقليمي العربي، لكن بطبيعة الحال كل دولة لها حرية التصرف في إقامة أو تدشين علاقات مع الجانب السوري. النقطة الرئيسة في هذا هو نقل الكرة إلى الملعب السوري في التعامل مع المستجدات القادمة. المستجدات القادمة طبعا تحمل إشكاليات عديدة. الولايات المتحدة ستسجل وسجلت اليوم تحفظاتها المباشرة، وأعتقد أنها ستكون أكبر معوق لاستئناف العلاقات العربية السورية بصورة كاملة. الأمر الآخر هو أيضا أن هناك مخاوف من أن تكون سوريا جزء من مقايضات كبرى ستجرى في الإقليم بين الولايات المتحدة وبين روسيا في الفترة المقبلة، شأن ما جرى في قضية الصراع العربي الإسرائيلي حينما تركت روسيا الولايات المتحدة في هذا الملف، مقابل أن الولايات المتحدة تركت روسيا في إدارة الملف السوري، فهناك جملة من الإشكاليات. أعتقد الملف مرحل إلى يوم 19 مايو الجاري لصياغة موقف عربي حقيقي واتخاذ إجراءات وتدابير اللجنة التي شكلت في الجامعة العربية اليوم من الدول العربية المعنية. هل ستكلف بمهام معينة؟ هل سيقوم الأمين العام بزيارة إلى دمشق والالتقاء بالرئيس بشار وبداية مسار سياسي؟ ماذا عن الموقف في الأطراف الإقليمية؟ يعني حدث ولا حرج على أطراف ربما ستدخل على الخط، جزء منها مرتبط بالسلوك الإيراني، الإيرانيين يترقبون المشهد بطبيعة الحال، لكن يعني استئناف العلاقات مع السعودية سيسهل كثير من الأمور، لكن الجانب الإيراني لن يسلم بسهولة. الجانب التركي لديه حساباته الكبيرة، سواء كان بالنسبة للمسألة الكردية وبالنسبة لتفاصيل ما يجري من ترتيبات أمنية متعلقة بإعادة تموضع قوات وما إلى ذلك. ثم بقى الخطر الأكبر ممثلا في إسرائيل التي ما تزال تواجه إيران على الأراضي السورية وتريد أن تخلط الأوراق.
يعني هذه كلها إشكاليات متعلقة بما سيجري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى السلوك السوري. السلوك السوري لا نريد أن نفتش في النوايا، بالعكس عودة سوريا لشغل موقعها في الجامعة العربية أمر مهم وأمر تأخر في تقدير الشخصي سنوات، وكان يمكن استعادة سوريا بدل من تركها إلى الجانب الإيراني. كان مهم أن تعود سوريا لأنها تحتل مساحة كبيرة في نظام الإقليم العربي، وكان لابد أن تعود، وأن لابد التأكيد على المقاربة السياسية للحل. لا أحد يريد أن يترك سوريا بطبيعة الحال، سوريا المفيدة للأسف. التأكيد اليوم على وحدة الأراضي السورية، ويعني هذا الأمر عليه علامات استفهام. أنت تعلم كيف تم تقسيم مناطق النفوذ داخل سوريا بصورة كبيرة، واستعادة كل الأراضي السورية أمر مهم بالنسبة لنا كدول عربية، وبالتالي قمة السعودية المقبلة، القمة العربية، مطالبة بصياغة موقف أكثر وضوحاً وأكثر يعني شفافية بالنسبة للأطراف الرافضة للعودة وغيرها، إضافة طبعا لنقل رسالة إلى القوى الإقليمية العابسة بأمن سوريا إنه هناك حضور عربي واضح الآن لا يحمل نصف حل وشبه خيار، بالعكس صدر في توقيت له دلالته قبل عدة أيام من القمة العربية، فهذا معناه أن هناك موقفا عربيا يتشكل يتميز بطبيعة الحال بطرح جديد، وبالتالي على الأشقاء في سوريا التجاوب مع هذا الطرح والتماهي معه، سواء كان من خلال موقف عربي وازن أو من خلال التنسيق مع الجانب الروسي، لأنه الروس بطبيعة الحال سيكونون على مقربة مما يجري. الروس هم الذين أعادوا تعويم النظام السوري في الإقليم، وهم من طرحوا فكرة المقاربة، وهم من مارسوا هذا الدور، ولكن بطبيعة الحال سيكون هذا الملف ضمن ملفات في إطار المناكفة مع السياسة الأمريكية في الإقليم. ستدخل قضايا على الخط، ليس الملف السوري فقط حضرتك، لكن سيكون هناك ملف صراع العرب الإسرائيلي، الملف الليبي، جملة من الملفات الأخرى التي ستكون محل تجاذب بين الطرفين في الفترة المقبلة، الطرف الأمريكي والطرف الروسي. طب استاذ سميع، يعني ذكرت موضوع العام الأمريكي وضرورة العمل معه بحيث أنه لا يكون مربكا للجهود التي تتهيأ الآن، وننتظر أن تمضي قدما بعض القمة العربية، كذلك الدول الأوروبية. ماذا بشأن الأطراف الأخرى الفاعلة المؤثرة على الساحة السورية؟ إيران تحديدا، تعتقد كما ذكر الدكتور طارق أن اليوم الاتفاق السعودي الإيراني يتيح هامش جيد لمناورة عربية لا تخشى منها إيران، ولا تخشى إيران كذلك منها على مصالحها في سوريا، والجانب التركي أيضا الذي يتقدم في الأراضي السورية، والبنات تتحدث دائما وتؤكد على وحدة الأراضي السورية، وهذا جانب هام جدا في لسوريا تحديدا. شوف، بالعلاقة مع تركيا، احنا تركيا فيها انتخابات الفترة هاي، بعتقد بعد الانتخابات التركية بعد ما يتحدد من سيفوز سنشهد تحول أو خلينا نقول قفزة إيجابية بالعلاقة التركية السورية. العلاقة التركية السورية طبعا في أشهر احنا في لقاءات وفي حوارات، وفي لقاء يوم الأربعاء سيكون تركي روسي إيراني سوري، سيكون يعني في لقاءات بين أطراف في الدولتين. تركيا وسوريا معادلتهم أمنية، الأتراك مشكلتهم بالأكراد ما يسموه بأمن تركيا، والسوريين يريدوا انسحاب القوات التركية من سوريا، وبعتقد هذا ملف له ثنائي سيجد له حلا في لحظة ما، لأنه كمان الأتراك معنيين يعني في القصة هاي معنيين باستعادة علاقة مع سوريا، ولا يخلص يعني انتهت قصتهم اللي كانوا يدعوا لإسقاط النظام ويعملوا، هاي قصة انتهت. اليوم صار في مجموعة مصالح تركية واضحة في سوريا بدهم يحققوها بهذا الموضوع، بما فيها ملف إدلب بالمناسبة، اللي هي اليوم بتضم كل التنظيمات المتطرفة اللي موجودة بإدلب، وإدلب فيها 4 مليون نسمة، يعني إدلب مش حالة صغيرة، يعني فيها 4 مليون نسمة. هذه ستبحث عن حل ضمن المعادلة التركية السورية بشكل أو بآخر. الإيرانيين، زيارة الرئيس الإيراني لسوريا قبل أيام بعتقد أنها بدلت الأولويات في سوريا. إيران من تقريبا من بدايات الأزمة أو بعد سنوات قليلة من الأزمة السورية هي موجودة عسكريا عبر الحرس الثوري وعبر ميليشيات تتبع لإيران، وأوجدت لها قواعد، أوجدت لها مخازن، وتتعرض لضرب من إسرائيل وملاحقة في كل مرة. النفوذ العسكري أو محاولة بناء نفوذ عسكري إيراني في سوريا بتعرض لمتابعة من الإسرائيليين. زيارة الرئيس الإيراني
هي اجت لتحصد مكاسب اقتصاديه لايران في سوريا. لذلك مجمل الزياره كانت توقيع اتفاقيات تعاون ما لها علاقه باي قصه عسكريه، لانه الايرانيين خلص بالنسبه لهم بدهم ياخذوا ما يعتقدوا انه ثمن او حصه لهم بسوريا بعد هالسنوات، بعد ما قدموه لسوريا وبعد ما وقفوا يعني مع النظام السوري وثبتوه وحاربوا معه، فبيعتقدوا انه لهم ثمن يجب ان يحصلوا عليه زي ما الروس اخذوا ثمن عبر القواعد العسكريه اللي على البحر وزي قاعده حميميه من البريه. فكل طرف له مصالحه بالموضوع. لا اعتقد انه ايران ستحاول اعاقه الموضوع، لانها تدرك انها لا تستطيع ان تقدم لسوريا اكثر مما قدمت. ايران ما عاد ايران بتاخذ من سوريا اليوم، ما بتعطي. ايران قدمت لسوريا دعم عسكري صحيح، لكنها اخذت نفوذ ثقافي، واخذت قواعد، واخذت اماكن للميليشيات التابعه لها. لكن الزياره الاخيره تحصد مكاسب اقتصاديه وتنمويه بالنسبه للشركات الايرانيه ولايران، لكن ايران لم يعد لديها شيء تقدمه إلى سوريا أبداً، فلذلك لا يضيرها كثيراً. صح بزعجها أي وجود الحالة العربية بسوريا، لكن ليس إلى درجة أنها تعيق هذا الموضوع، لأنه بينها وبين الأشقاء في السعودية حالة من التفاهمات على ملفات عديدة بما فيها الملف السوري. وحتى تركيا كما قلت لك بعد الانتخابات سنرى تحول بشكل آخر، واللجنة العربية الموجودة ستتحرك مع الإيرانيين ومع الأتراك، لأنه أنت لا تستطيع أن تبحث عن حل سياسي للأزمة السورية أو تبحث عن حل القضايا الأمنية أو القضايا الإنسانية دون ما تحكي. تركيا فيها استضافة لملايين اللاجئين، المناطق اللي على الحدود السورية تركيا فيها أعداد هائلة من السوريين، معنى أنه في قضايا أنت كعربي لا تستطيع أن تتجاوزها دون أن تكون هناك شراكات مع الأتراك ودون أن تكون هناك حتى تفاهمات مع الإيرانيين على هذه الملفات. أمريكا بعتقد أنه لا تبدي حماس، لكنها في لحظة ما لها مصالح، لها وجهة نظر، إذا رأت أن مصالحها تتحقق الولايات المتحدة لن تعطل المشروع على الإطلاق. الولايات المتحدة عندها تصورات، لذلك العرب كانوا أذكياء أنه ما قدموا مبادرتهم أنها صدام مع المجتمع الدولي، قدموا مبادرتهم على أنها احترام لقرار مجلس الأمن واحترام للقضايا التي يطرحها العالم. لذلك تعالوا خلينا نصير احنا وياكم شركاء في حل الأزمة السورية، مش أنه العرب بتحدوا الأمريكان وبتحدوا الأوروبيين، هينا رجعنا سوريا على الجامعة العربية يعني مناكفة بالغرب وهينا بنعمل. لا، هم بيقولوا أنا بدي أعمل حل، والحل يراعي كل ما تتحدثوا عنه، لكن اللي كانوا يحكوا عن إسقاط النظام وتغيير النظام هاي قصة عمليا انتهت. الوضع الذي الموجود العسكري والسياسي بسوريا يقول أن هذا الوضع استقر في الدولة السورية، وأنه القصة القديمة لم تعد قائمة. اليوم بدك تتعامل مع نظام سياسي وتتعامل مع أزمة تحاول حلها، ولك اشتراطات، لك وجهة نظر، لك ملفات ترى أنها مهمة، تعال نحكي فيها وتعال نجد حلول لها كمجتمع دولي بشكل أو بآخر. فأعتقد أنه صحيح بدأ جهد، لكن الدول بآخر يعني الأتراك أكثر تشددا كانوا ضد بشار الأسد الأتراك في فترة صحيح، وأكثر جهة يعني اشتغلوا الأتراك ضد بشار الأسد وحاولوا إسقاطه ودعم لتنظيمات، لكن اليوم هم بفاوضوا بالسوريين. بمعنى الدول ليست مغرمة كثيرا بالحب والكره، والدول هي أسيرة مصالحها. فكل الدول التي كانت لها موقف سلبي أو متشدد من الدولة السورية بعتقد اليوم تغيرت الموازين، فاحنا بنحكي عن حالة تغيرت، وبالتالي جزء من استثمار الحالة أن يكون هذه المبادرة العربية باتجاه إيجاد تفكيك عقد الأزمة السورية. بدها تعطى فرصتها، بدها جهد، بدها. وبعتقد أنه الرئيس بشار الأسد يعني تقديري زي ما قال ضيفنا من دمشق قبل شوي أنه سيكون الرئيس السوري في الرياض، قد يكون في الرياض، لأنه مهم أن أيضا أن يكون في تفاهمات مع الثقل الدول ذات الثقل، وتحديدا السعودية الدولة المستضيفة في عديد من الملفات الثنائية والإقليمية، إضافة لوجوده بالقمة العربية. طيب رحب الآن بضيف الذي ينضم إلينا من الرياض الدكتور سعد الحامد الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سعد أهلا بك. تعتقد أن هي عودة فيها شروط بجهة وحوافز من جهة أخرى؟ إذا كان هذا الاتفاق على ذلك يمكن الأمور أن تختلف وأن تسهم تلك العودة في أن يقدم الجانب العربي أو أن يكون له دور أكثر تأثيرا في مسار الحل.
في سوريا، وبالنسبة للسعودية لا تحفظات بعد ذلك، سواء كان الأمر متعلق بإيران، التقارب السوري الإيراني، أو علاقة سوريا بحزب الله؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. أهلا بك. يعني في الحقيقة مساء الخير، شكرا للاستضافة. في الحقيقة بأن عودة سوريا الآن وإلى حضنها العربية والحراك الذي رأيناه سابقا من الدول العربية وعلى رأس المملكة العربية السعودية تجاه عودة سوريا بشكل أمثل، أظن أنه جانب مهم في ظل التغيرات والتطورات الدولية التي تشهدها المنطقة. وأيضا رأينا الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية وانعكاساتها أيضا على القضايا الأخرى بدءا من اليمن ثم الآن سوريا. الواقع يقول بأن النظام السوري الآن مطالب بأن يحقق بعض التحفظات الموجودة والتي تم طرحها، من ضمنها إطلاق الانتخابات، من ضمنها عودة اللاجئين، من ضمنها مكافحة الجيش المسلحة، إطلاق عملية سياسية شاملة تكون يعني يدخل فيها جميع أطياف الشعب السوري بما فيه المعارضة. نحن أمام واقع يتطلب أن يكون هناك استجابة من الجانب السوري، وأظن أن المسؤولين السوريين الآن يعون حجم المسؤولية الموقعة عليهم في ظل الحراك العربي الذي يرغب بأن تعود سوريا إلى وضعها السابق، حاضنتها ودورها الذي افتقدناه منذ سنوات بسبب تركها إلى الفراغ واللانهاية. رأينا العديد كبير من المفقودين، العدد الكبير من الضحايا، التقسيم، المعارضة في الشمال، التدخلات الإقليمية الكبيرة التي كانت تدخل داخل سوريا، رأينا حجم التشتت والتشذم الذي عاشته سوريا. وبالمقابل بأن الآن اليوم قرار مجلس الجامعة العربية بعودة سوريا، والمقرون أيضا بأن تكون هناك خطوات أيضا من الجانب السوري هو جانب مهم، لابد أن تقدم سوريا تقدم بعض الخطوات التي ترضي يعني الأطراف الدولية، الدول التي كانت تمانع، طبعا الدول العربية كانت تمانع يعني عودة سوريا أو تتحفظ على عودة سوريا بسبب هذه المشاكل. لذلك فإن في الوقت الحاضر الآن لابد من أن يكون هنالك رغبة ملحة من السوريين، رغبة ملحة من الجانب السوري لحلحلة الأمور بشكل أمثل، وبالتالي سنجد بأن الدول العربية تدعم سوريا، والمجموعة التي تم تكوينها الآن تقوم الآن بدور ستقوم بمهمة صعبة في الفترة المقبلة لمساعدة الجانب السوري. أشار غيوم قبل قليل إلى أنها ستكون هنالك حادثات مع أطراف تتدخل في الشأن السوري، من ضمنها تركيا، إيران، وبالمقابل سيكون هنالك حوادث للجانب السوري من جانب تقديم إعادة إعمار سوريا، إمكانية رفع العقوبات عن سوريا بشكل أو بآخر، إضافة إلى أيضا انسحاب القوى الإقليمية من الداخل السوري. وبالتالي الآن المطلوب من الحكومة السورية أن تقدم لتأخذ، وذلك لكي تعود إلى وضعها الطبيعي والدور المعول عليها. سوريا تؤثر على لبنان وتؤثر على العراق وتتأثر بما حولها، ونرى الآن عمليات المخدرات والمشاكل في عمليات تهريب المخدرات نتيجة تغلغ الجماعات وتغلغ العصابات. كل هذه مشاكل الآن نريد لها أن يكون لها حلول، بالإضافة إلى جمع الفرقاء والأطراف المعارضة والفرقاء الموجودين في سوريا تحت مظلة واحدة، تحت مظلة سياسية واحدة، دولة مؤسسية تجمع جميع هذه الأطياف بما يعود بسوريا إلى وضعها الطبيعي والمأمون. نعم دكتور طارق، نعم. هناك نقطة أثارها ضيفي من الرياض، تأخذ تقدم لتأخذ هكذا، هل تعتقد أن العرب في المرحلة المقبلة وفي إطار وضع التصورات لكافة القضايا التي تحتاج إلى حل وكذلك المراقبات يجب أن تتبنى ربما نهجا متوازنا فيما ستطلبه من سوريا، في ربما في بعض القضايا الخاصة قد ترى دمشق بأنها هذه قضايا منتهية لا نقاش فيها في إطار علاقتها ربما مع إيران، في إطار العلاقة مع حزب الله، تعتقد أنه من الضروري أن يكون ذلك التوازن الدقيق فيما يجب أن تقدم حتى تأخذ؟
يعني أنا في تقديري أن النظام السوري لن يقدم على أي تنازلات في هذا التوقيت بصرف النظر عن مبدأ خطوة خطوة وخطوة مقابل خطوة. هذه أمور طبعا تبقى في إطارها النظري أو الإجرائي، لكن النظام السوري سيحتفظ في تقديري بعلاقته بالجانب الإيراني على اعتبار أن إيران كان ظهيرا وسيظل ظهيرا بصرف النظر عن تحقيق مصالحه في الساحة السورية. لكن النظام السوري لن يكون يعني في عجلة من أمره، بمعنى أنه يقدم على سياسات أو مقاربات سياسية أو حتى خطة سياسية شاملة. بالتالي أعتقد أنه السوريين سيتعاملون وفق سياسة الأمر الواقع. ربما لا نريد أن نستبق الأحداث، ظهور الرئيس بشار في القمة العربية المقبلة، القضية ليست في طرحه أو خطابه السياسي أو كيف سيتعامل مع الأزمة السورية. النظام لا يرى أن هناك أزمة أصلا لكي يتعامل معها، وبالتالي استيعاب فكرة المعارضة السورية والعودة للمرجعات القديمة أعتقد النظام السوري تجاوزها. إنما الآن نحن نتحدث عن ضرورة استعادة سوريا بأكملها، بمعنى أنه استعادة سوريا ليس من حلول أو خيارات عاجلة، إنما تحرير الأراضي السورية، لأن هناك أولوية الأولى الآن لهذا الهدف، وعدم إبقاء سوريا في مساحتها التي تعرف باسم سوريا المفيدة. أعتقد من المهم، هذه أولوية يراها النظام السوري، وهو حقه المشروع بطبيعة الحال أن يحرر باقي أراضيه. الأمر الآخر، لا تنسى أن هناك أرضا محتلة من قبل إسرائيل أيضا، الجولان، وبالتالي القضية ليست في استقواء النظام السوري بأطراف إقليمية أو دولية، لكن استعادة كامل التراب السوري. الأمر الآخر هو الحفاظ على ركائزه، بمعنى الحفاظ على علاقة جيدة مع روسيا. روسيا هي من أعادت تعويم النظام السوري، وتذكرنا نحن في مصر بحالة تعويم نظام الرئيس جمال عبد الناصر بعد هزيمة 67، وكيف وقف الروس بجانب مصر. السيناريو يتكرر مع الحالة السورية الآن، وبالتالي هناك أولويات لدى النظام السوري، الحكومة السورية، العمل عليها وسيعمل عليها بهدف ترميم علاقته مع العالم العربي وبناء مقاربات جديدة. عودة سوريا حضرتك ستمثل حضورا مهما في النظام الإقليمي العربي في ظل التحديات والمخاطر التي تطرحها الدول الإقليمية لنظام بديل يمكن أن يهدد أمننا على كل المستويات. أنا أشكرك من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وكذلك أشكر ضيفي من الرياض الدكتور سعد الحامد، الكاتب والمحلل السياسي، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ سميح المعايطة، وزير الإعلام الأسبق. شكرا لكم.